انزل اذا كان عنده يعني مشكله كبير السن او قعيد، احنا هنوصل ونخبط على بابك علشان نقدر نحن نقدم لك. يبقى في عندنا فرق متنقله. لا يعني انا النهارده كمواطن اقدر اروح لاي مركز صحي واي مستشفى اقول لهم انا عندي مرض وعايز اكشف عليه مجانا بدون اي حجز بدون اي حاجه؟ مجانا تماما بدون اي تكلفه، بل بالعكس يعني احنا هنوصل كمان للي مش قادر يوصل لنا، وهنبقى مع متواصلين مع المجالس الطبيه المتخصصه علشان واحد عنده عمليه ايا كان نوع العمليه بسيطه او كبيره هناخده من ايده من خلال عربيات الاسعاف اللي كانت موجوده في الاستاف النهارده علشان نطلع له قرار نفقه الدوله واحنا واقفين بشكل مميز. لسه نفقه الدوله موجوده والدوله ملتزمه بيها. ده اي حد يقول كلام غير كده يبقى لا يعلم شيء عن الدوله المصريه وعن الاستحقاق الدستوري للمواطن المصري. طب العلاج عن نفقه الدوله يا استاذ عمرو ببساطه شديده جدا، المواطنين على مستوى الدوله يا اما عنده تامين صحي لان هو بيشتغل في الحكومه فمؤمن عليه هو مش عيلته، هو كشخص من خلال الاشتراكات ودي الهيئه العامه للتامين الصحي اللي موجوده من سنه 62 و63، يا اما هو من المحافظات الجديده اللي دخلت في المنظومه الجديده اللي هي على سبيل المثال بورسعيد والاسماعيليه وغيره 6 محافظات، فهو مغطى بالتامين الصحي الجديده، يا اما هو بيشتغل في شركه او في بنك او في مصلحه عندها تأمين خاص من خلال شركات تأمين خاصة أو من خلال مستشفيات تبع بعض الوزارات زي وزارة الكهرباء زي السكة الحديد زي البترول وهكذا، يا إما مواطن لا ينتمي لأي حاجة من اللي أنا بقوله ده. وعلى فكرة دول ممكن يكونوا يمثلوا 60% من المجتمع المصري، يعني 50-60% لا يمتلكوا أي نوع من أنواع التأمين. طب ده يتعالج إزاي؟ لازم لما يتعالج الدولة طبقا للاستحقاق الدستوري تعالجوا على نفقتها. هذا هو فلسفة علاج على نفقة. فدول في الميت يوم صحة أنا مثلا رحت مركز صحي من المراكز اللي اتكلم عليها دي أو مستشفى من 700 اللي موجودة وخدت ابني معايا، رحنا الولد عنده فتاء مثلا، عنده مشكلة في اللوز، عنده مشكلة في ودنه، هيكشف عليه ويتم تشخيصه ويتم علاجه مجانا في الميت يوم صحة. مش هو الحقيقه ده من غير الميت يوم صحه، لكن طب احنا بنعمل الميت يوم صحه ليه؟ لان احنا عندنا اجازه صيفيه وعندنا اعياد وعندنا اولاد موجودين بره المدارس وعندنا اسر ممكن يكون عندها وقت ممكن ما يبقاش متاح من خلال الوقت الغير الاجازه، فاحنا قلنا احنا هننتقل احنا بنفسنا بامكانياتنا الضخمه جدا من اشعاعات متنقله من قوافل علاجيه من فرق متنقله من سيارات لتنظيم الاسره، احنا كمان بخلاف المتاح والموجود اصلا في المنظومه بتاعتنا لا ده احنا كمان هننتشر اكتر ونتابع اكتر على الارض بحيث ان كل ناسنا تاخد الطفل اللي حضرتك بتتكلم عليه ده من ايده تعمل له القرار وتوديه للمستشفى وتطمن عليه انه اتعمل له العمليه وترجعه تاني لحد البيت اذا كان مجانا تماما. واللي انا بقوله ده محتاج لوجستيات بنشتغل عليها بقالنا 3 اشهر بتكلفه من سياده الرئيس عشان نقدر ان احنا نحقق اللي احنا بنقوله ده علشان نقدر نعمل يا دكتور.